ومتابعة لهذه القضية، ينضم إلينا عبر خدمة سكايب الدكتور معتز لبيب، استشاري الأمراض الصدرية في مركز الحسين للسرطان. دكتور معتز، أهلا ومرحبا بك. يعني ما هو حجم المشكلة اليوم التي نتحدث عنها؟ إلى أي مدى يؤثر تلوث الهواء في نسبة الأمراض المسجلة؟ نعم، شكرا للاستضافة أخي العزيز. لا شك بأن يعني تلوث الهواء هو من الأمور، يعني دعني أقول الشائكة، والتي تقلق الكثير من المجتمعات لما لها من تداخل في الأمور الصحية. ودعنا نتكلم في يعني أربعة محاور أساسية. المحور الأول هو الضرر على الجسم بشكل عام، فإن التلوث يعني يؤثر على جميع أعضاء الجسم بما فيها، نبدأ يعني من العين إلى الأنف، الحساسية، حتى أنه يؤثر على الكبد وعلى المخ وعلى أعضاء كثيرة. ولكن في المحور الثاني ما أريد أن أقوله أن التلوث له أثر مباشر على الجهاز التنفسي وعلى الرئة السليمة، فبدءا من فتحة الأنف والقنوات التنفسية والتأثير على الشعيرات الأنفية والبلعوم الأنفي وصولا يعني إلى القصبة الهوائية، فإن جميع أعضاء الجهاز التنفسي تتأثر بالتلوث الهوائي لما فيه يعني من مواد تسبب الاحتقان وتسبب يعني أمراض في هذه المنظومة. طيب دكتور، يعني هذه يعني هذه الملوثات وهذه الاحتقانات، هل من الممكن أن تكون يعني مسرطنة أو يعني لها أي يعني دخل بمرض السرطان كملوث ل يعني الجهاز التنفسي؟ نعم، هذا ما أتكلم عنه في المحور الثالث، وهي يعني الأمراض. تكلمنا بدءا يعني بالتأثير على الرئة السليمة، ولكن الأمراض التي تكون ناتجة عن التلوث الهوائي، منها كما ذكرتم يعني المواد المسرطنة التي قد تسبب أمراض السرطان في الرئة وفي الجسم بشكل عام. ولكن أيضا لا ننسى تليف الرئة وأيضا مرض الانتفاخ الرئوي، بالإضافة إلى الربو والحساسية. كل هذه الأمراض قد تكون مصاحبة للتلوث الهوائي. وأيضا في المحور الأخير، بالنسبة للناس الذين لديهم أمراض رئوية، يعني كالناس الذين لديهم ربو أو حساسية، التلوث الهوائي يعني قد يسبب لهم مضاعفات خطيرة، يعني تتسبب بالوفاة، وإذا لم تتسبب بالوفاة بالتهابات رئوية، في حاجتهم إلى التنفس الصناعي أو إلى حمل أسطوانات الأكسجين وما شابه. نعم. طيب دكتور، يعني ما هي يعني الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتخفيف من تلوث الهواء أو من آثاره يعني الصحية؟ نعم، أنا يعني لن أتكلم في يعني سياق هندسي أو بيئي بقدر ما أريد يعني أن أتكلم بشكل شخصي. الحفاظ على النظافة الشخصية بالنسبة يعني للأشخاص أولا المصابين بأمراض في الرئة، عدم التواجد بكثرة، الابتعاد عن جو المدينة، الذهاب إلى مناطق فيها يعني الهواء يكون أنقى لفترات ولو قصيرة، عبارة عن يعني تجديد في النشاط ورفع من نسبة الأكسجين في الدم. النظافة الشخصية بالنسبة للناس الذين يعملون في أماكن فيها تلوث، تغيير الملابس حين الدخول إلى المنزل، الحفاظ على وسائل الوقاية الاجتماعية. بالنسبة للناس الذين لديهم أمراض رئوية، إذا يعني كان هناك من سبب لوجودهم في مناطق فيها تلوث هوائي بشكل مثير، ارتداء الكمامة لمنع وجود يعني دخول الغبار ولمنع دخول الأشياء التي قد تتسبب لهم بالمضاعفات الكبيرة. نعم، شكرا لك دكتور معتز لبيب، استشاري الأمراض الصدرية في مركز الحسين للسرطان، كنت معنا عبر سكايب.